العبارات الشرطية، ومن اسمها هنالك شرط، إذا عملت شيئا يكون هنالك نتيجة. فمثلا إذا كان للمضلع 6 أضلاع، هنالك مضلع له 6 أضلاع، هذا نسميه فرض. هنالك شكل هندسي له 6 أضلاع، فإنه سداسي الأضلاع، أي اسمه سداسي الأضلاع. هذا مثل ما أقول إذا درست تنجح، هذا فرض وهذه نتيجة. لكن السؤال الثاني هو بنفس الطريقة لكن عكست، سيدرج عرض آخر بالجدول إذا بيع الأول، أي أن الشرط أو الفرض هو البيع، بيع العدد الأول أو العرض الأول، إذا بيع الأول سيدرج عرض الآخر أو العرض الآخر في الجدول. فهنا تم عكس الجملة إذا أتت في وسط الكلمة، إذا بيع الأول هذا هو الفرض، والاستنتاج أتى في الأول سيدرج. فمثلا أقول ستنجح إذا درست بنفس الطريقة. هنا أعطاني جملة واحدة لكن أريد أن أقوم بقسم تجزئتها بحيث أن أكتب فرض ونتيجة. هنا يمكن استبدال الـ4 قطع من فئة الربع درهم بقطعة درهم. أنت لديك الآن 4 قطع من الربع درهم، فلذلك هذا نسميه الفرض، والنتيجة أنني سأأخذ درهم 1، قطعة واحدة، أي أن الفرض استبدال الـ4 قطع، فأعيد كتابتها. إذا كان لديك مثلا 4 قطع من فئة الربع درهم، النتيجة من الممكن أن أرمز لها بسهم، يمكن استبدالها بقطعة واحدة من الدرهم. وأيضا بطريقة مشابهة للسؤال الثاني، ذكر لي أن مجموع قياس سي زاويتين متكاملتين يساوي 180 درجة. فهنا أستطيع أن أقول إذا كان لدي زاويتين متكاملتين فإنه، فهذه النتيجة، فإنه قياس أو مجموع قياسهم يساوي 180 درجة. فأعد كتابة الجملة باستخدام أدوات الشرط، أي كلمة إذا. إذا كانت زاويتين متكاملتين، أي إذا كان لديك زاويتين متكاملتين فإن، هنالك نتيجة، فإن قياسهم يساوي 180 درجة، أو مجموع القياس يساوي 180 درجة. لكن لكل فرض مثل ما ذكرنا نتيجة، لكن هل هي دائما صحيحة؟ مثلا السؤال الأول هذه عبارة خاطئة، إذا كانت الزاوية A حادة فإن قياس A 35 درجة، لماذا خاطئة؟ هنا أنا بدأت بفرض صحيح A أنها حادة، لكن أعطاني نتيجة خاطئة، هل كل الزوايا الحادة تساوي 35 درجة؟ لا، من الممكن أن أعطيك زاوية أخرى، 61، 52، هنالك زوايا عدة قياسهم أو تكون حادة، فأنا بدأت بفرض صحيح لكن النتيجة خاطئة، فهذه الجملة كلها خاطئة، لكن السؤال بي صحيح، مع أن الفرض خاطئ والنتيجة خاطئة. من علم المنطق، والآن سأعرض هذا الجدول، عندما يكون لديك فرض خاطئ ونتيجة خاطئة تكون الجملة صحيحة، بدأت بخطأ يجب أن أحصل على خطأ. فهنا الفرض ذكر لي أن جذر الإكس يساوي -1، وكما تعلمنا في وحدة سابقة لا يوجد جذر قيمته سالب، هذا خطأ، أعطاني نتيجة خاطئة، -1 أس 2 يساوي -1، وأيضا هذا خطأ، عندما أبدأ بجملة خاطئة بفرض خاطئ وأحصل على نتيجة خاطئة يكون العبارة كلها صحيحة أو هذا الشرط صحيح، بدأت بخطأ وحصلت أيضا على خطأ. وهنا سأعرض هذا الجدول، جدول جدا مهم، دائما إذا كانت النتيجة لدي بي أدت إلى كيو، إذا كانت النتيجة صحيحة تكون العبارة كلها صحيحة بغض النظر عن الفرض. لاحظوا، جملة صحيحة أعطتني جملة صحيحة تكون عبارة صحيحة، جملة خاطئة تحولت إلى صحيحة أيضا صحيحة، وخاطئة أعطيت خاطئة أيضا صحيحة، إلا إذا بدأت بفرض صحيح لكن أعطاني نتيجة خاطئة تكون العبارة كلها خاطئة. وهذا أيضا جدول جدا مهم، العبارة الشرطية هي التي ذكرناها، عكس العبارة الشرطية عندما أعكس النتيجة، إذا نجحت تدرس، تدرس إذا نجحت، هذا العكس. أما المعكوس أنفي الفرض وأنفي النتيجة، وهنالك المعكوس الإيجابي أيضا أنفيهم، لكن يصبح الفرض هو نتيجة ونفي النتيجة هو
نفي الفرض. فمثلا هنا مثال أوضح، لدينا زاويتان أو الزاويتان المتساويتان في القياس تكون متكاملتان. العكس، اعكس الجملة، نقول أن الزاويتان المتطابقتان تكون زاويتان متساويتان، هذا يسمى العكس. الآن يجب أن نقوم بإيجاد المعكوس والمعكوس الإيجابي. في البداية الجملة الشرطية هي كانت بي إلى كيو، بي تعطيك كيو، فالعكس كتبنا كيو أعطاني بي، عكسنا الجملة كما هي، الزاوية المتساوية هي متطابقة، كتبنا المتطابقة هي متساوية في القياس. الآن المعكوس نأخذ نفس الجملة في السؤال لكن أنفيها، أنفي الفرض وأنفي النتيجة، ليس بي يعطيك ليس كيو. فنقول الآن في المعكوس إذا كانت الزاويتان ليستا متساويتان في القياس، لاحظوا نفيت هذا الفرض، الفرض كان أن الزاويتان متساويتان في القياس، الآن أقول أن الزاويتان ليستا متساويتان في القياس، فإنه الزاويتان ليستا متطابقتان، فالمعكوس قم بنفي الفرض وانفي النتيجة. والآن سأنتقل إلى المعكوس الإيجابي، وتذكر أن لكل زوجين من العكس والمعكوس والجملة الشرطية والمعكوس الإيجابي هنالك جمل متكافئة سأشرحها في المثال الأخير من هذا المقطع. الآن المعكوس الإيجابي تصبح الجملة ليس كيو يعطيك ليس بي، أقوم بالبداية بنفي النتيجة ثم أنتقل إلى نفي الفرض، فأقول إذا كانت الزاويتان ليستا متطابقتان، أي أنك قم بعكس المعكوس، إذا كانت الزاويتان ليستا متطابقتان أو غير متطابقتين فإنه يعطيك الفرض الذي كان في البداية لكن بنفي، فتكون الزاويتين غير متساويتين بالقياس. هذا هو العكس والمعكوس والمعكوس الإيجابي. هنا سأقوم بس باستخدام الألوان، الفرضية في الجملة الأولى أن اليوم هو الجمعة، أما في الجملة الثانية إذا، دائما الفرض يكون بعد كلمة إذا، إذا كانت هذه المتباينة، إذا كانت الزاويتين متكاملتين، إذا كان المستقيمين يمثلان زاوية قائمة. النتيجة في الجملة الأولى الجمعة الذي يليه السبت، أعطاك متباينة حلها x أكبر من واحد. في السؤال الثالث إذا كانت زاويتين متكاملتين المجموع هو 180، إذا كان مستقيمان يشكل زاوية قائمة فإنهم متعامدان. فالفرض باللون الأصفر والنتيجة لكل سؤال باللون الأزرق. والآن بطريقة مشابهة هذه الجمل نريد كتابتها بصيغة إذا كان فإن، إذا كان هنالك فرض فإنه هنالك نتيجة. الجملة الأولى أن البالغ من العمر 16 عام ذو أهلية، فإذا كان الشخص عمره 16 عام أو إذا كان العمر هو 16 عام فإنه، ولاحظ أن وضعت هذا السهم الذي يستخدم في جملة بي يؤدي إلى كيو، تكون أو فإنه قادر على القيادة. من الممكن أن نستبدل كلمة تكون في أن. يحتوي الجبن على الكالسيوم، إذا هنالك جبن أو إذا كان لديك هنالك أو إذا كان لديك جبن عفوا فإنه أو فإنه يحتوي على الكالسيوم، هنالك فرض أدى إلى نتيجة وجود الكالسيوم. يكون قياس الزاوية الحادة بين 0 و90 بنفس الطريقة. أيضا إذا كان هنالك زاوية أو إذا كانت الزاوية حادة فإن القياس يكون بين 0 و90 دائما، أي فرض يكون له نتيجة أو استنتاج. السؤال الثامن والتاسع أيضا بطرق مشابهة، المثلث متساوي الأضلاع، زواياه متساوية، فإذا كان المثلث متساوي الأضلاع فإن قياس الزاوية متساوي ويكون طبعا هو 60 درجة. نعيد بشكل سريع، إذا كان المثلث متساوي الأضلاع فإن، هذا هو النتيجة، أن الزوايا أو قياس الزوايا متساوي. سأنتقل إلى تحديد الصواب والخطأ، وكما تذكر الجدول، يجب أن تحفظ هذا الجدول دائما، إذا بدأنا بجملة صحيحة يجب أن تكون هي صحيحة، إذا الخطأ فقط عندما أبدأ بجملة صحيحة وتكون النتيجة خاطئة، لكن إذا كانت الجملة أصلا خاطئة والنتيجة هي خاطئة فيكون
صحيحة. فمثلا هنا أنا بدأت بجملة صحيحة، x أس 2 تساوي 16، هذا فرض صحيح أنا فرضته. فإذا قيمة الـ x يساوي 4، هذا خاطئ، ليست الـ x قيمتها 4، لأن من الممكن أن يكون قيمة الـ x تساوي سالب 4، لأن نتأكد سالب 4 أس 2 يساوي 16، فهذه العبارة كلها خاطئة. أنا بدأت بفرض صحيح، لكن النتيجة التي ذكرتها هي نتيجة خاطئة. كما ذكرنا، هذه الحالة الثانية، t أعطاني f، فهذه عبارة خاطئة. السؤال 11 هي جملة صحيحة أو عبارة صحيحة، لأنني فرضت، أو الفرض كان أنني أعيش في مدينة العين، هذا فرض، فالنتيجة أنني في إمارة أبو ظبي. بالفعل، بما أن العين تنتمي إلى أبو ظبي، فأنني في إمارة أبو ظبي. جملة صحيحة، فرض صحيح، أعطاني نتيجة صحيحة، فالعبارة كلها صحيحة. بنفس الطريقة السؤال 12، فرض صحيح غدا هو الجمعة، فاليوم هو الخميس. بدأنا بفرض صحيح وأعطاني نتيجة صحيحة، فالعبارة كلها صحيحة. السؤال 13، ذكر لي إذا كان الحيوان منقطا به نقاط فإنه دلماسي، وطبعا دلماسي هو نوع من الحيوانات أو الكلاب المنقطة. فأنا بدأت بفرض صحيح أن الحيوان منقط، فرض صحيح، لكن النتيجة التي ذكرتها خاطئة. أنا وضعت النتيجة أن كل الحيوانات المنقطة هي دلماسي، لا، ليس من الصحيح هذا. وكما ذكرت فقط كمعلومة إضافية، الدلماسي هو الكلب المنقط، هذا هو الدلماسي. فأنا في هذا السؤال أعطاني الفرض أن الحيوان منقط، فرض صحيح، لكن النتيجة التي أعطاني إياها خاطئة. عندما يكون الفرض صحيح يجب أن تكون النتيجة صحيحة. من الممكن أن يكون نمر، من الممكن أن يكون مثلا فهد، هذه حيوانات منقطة. السؤال 14، إذا كانت قياس الزاوية القائمة 95، لاحظوا هذا فرض خاطئ، الزاوية القائمة هي ليست 95، لكن ذكر لي فإن النحلة عبارة عن سحلية، وهذه أيضا نتيجة خاطئة، فتكون العبارة صحيحة. هذا لاحظوا الحالة الرابعة في النهاية، أعطاني فرض خاطئ ووصلت إلى نتيجة خاطئة، فهذه العبارة كلها خاطئة، بدأت بخطأ وانتهت بخطأ، فهي عبارة خاطئة، فرض خاطئ ونتيجة خاطئة. مثل السؤال الأخير، إذا استطاع القط التحليق، فرضية خاطئة، فإن 2 + 5 يساوي 7، جملة صحيحة. بدأت بفرضية خاطئة وانتقلت إلى نتيجة صحيحة، تكون العبارة كلها صحيحة. هنا نريد إيجاد العكس والمعكوس، والمعكوس الإيجابي، وتذكر كيف أقوم بإيجاده، بي يؤدي إلى كيو، العكس كيو يؤدي إلى بي. السؤال 16، ذكر لي إذا كان رقم يقبل قسمة على 4، وهذا هو بي الفرض، فإنه يقبل قسمة على 2. يقبل القسمة على 4 هو بي، ويقبل قسمة على 2 هو كيو. في البداية العكس، ونريد التأكد هل هذه عبارة صحيحة أم خاطئة. طبعا في البداية الجملة الشرطية الأصلية هي عبارة صحيحة، إذا كان العدد يقبل قسمة على 4 من المؤكد أنه يقبل القسمة على 2. إذا أردت أن أقوم بعكس هذه الجملة، أقول إذا كان العدد يقبل القسمة على 2 فإنه يقبل القسمة على 4. لكن هل هذه الجملة صحيحة؟ هذه جملة خاطئة. إذا كان العدد يقبل القسمة على 2 ليس من الضرورة أن يقبل القسمة على 4. فصحيح أن العبارة الشرطية الأولى كانت صحيحة، لكن عكسها هو خاطئ. وأعطي مثال على ذلك، هنالك أمثلة عدة، أمثلة مضادة تثبت أن هذه الجملة خاطئة. مثلا لو أخذنا عدد 6 يقبل القسمة على 2، لكنه لا يقبل القسمة على 4. الآن المعكوس، المعكوس خذ السؤال الأصلي بي يؤدي إلى كيو، إن في الأول وإن في الثاني. إذا كان العدد لا يقبل القسمة على 4 فإنه لا يقبل القسمة على 2، وأيضا هذه جملة خاطئة. مثلا سنأخذ عدد مثل 22، هذا لا يقبل القسمة على 4، هذه الفرضية الصحيحة، لكن العدد 22 يقبل قسمة على 2، فإذا هذه عبارة خاطئة، ليست صحيحة. ولاحظوا أن المعكوس خاطئ والعكس خاطئ. الجملة الشرطية الأولى كانت صحيحة، أي عدد يقبل قسمة على 4 هذا أكيد أنه يقبل قسمة على 2. أما المعكوس الإيجابي، ليس كيو يؤدي إلى ليس بي، العدد لا يقبل قسمة على 2 فإنه لا يقبل القسمة على 4 أكيد. أي عدد لا يقبل قسمة على 2 فإنه لا يقبل قسمة على 4، لأن الأعداد التي لا تقبل قسمة على 2 هي أعداد ليست زوجية، أي أنها فردية، وكل الأعداد الفردية لا تقبل قسمة على 4،
فإذا هذا أيضا صواب والعكس هو صواب. وهذا ما يسمى التكافؤ. دائما المعكوس الإيجابي والعبارة الشرطية الأصلية متكافئات، أما العكس والمعكوس أيضا دائما يكون متكافئات، صواب صواب، خطأ خطأ، أو بالعكس.